كده مش ده اللي احنا محتاجين الفترة الجاية. ايه اللي انا معايا؟ الاعلاميون والانتخابات، معايا كتاب ده صدر عن ايه؟ عن ده صدر الاهرام. عن مؤسسة الأهرام. ايه الكتاب ده؟ المفروض مين اللي بيستخدمه وبيتوزع على مين ومين بياخده؟ ايه ده دليل للتغطية الإعلامية والصحفية للانتخابات. ده بيوزع على الإعلاميين والصحفيين. هي أصدرته مؤسسة الأهرام، دي الطبعة الثانية من هذا الدليل. الحقيقة الدليل ده بيحوي أكتر من جزء. الجزء الأولاني بيتعلق بكل ما يعني ما هو مرتبط بالنظام الانتخابي في مصر، كيف تطور، ما هو النظام الانتخابي المعمول به حاليا، ما هي الخريطة السياسية الموجودة، الأحزاب اللي ظهرت، الائتلافات، كل ما يتعلق بالمشهد السياسي في مصر بعد الثورة، بعد ثورة 25 يناير. ده بس ده كتاب ضخم، كتاب اتعمل في كبير وقت لأنه قصير. فيه وثائق وفيه في انا شايفه حاجات متصوره وحاجات في جوه. أيضا الجزء اللي يهمنا نتكلم عنه هو الجزء الثاني من الكتاب ده، بيتعرض للمعايير اللي حضرتك بقى بتتكلمي عليها، المعايير المهنية والضوابط الأخلاقية لتغطية الانتخابات. والحقيقة هي جاية في حوالي 60 سؤال، يعني كل صحفي أو إعلامي بيقوم بتغطية العملية الانتخابية يعني بيسأل نفسه مجموعة من الأسئلة وبيجد فيها إجابات في هذا الكتاب. إيه هو مثلا مفهوم النزاهة؟ كيف ما هو مفهوم التوازن؟ إزاي يقيسوا في والله تغطيته الإعلامية؟ الحياد أيضا كيف يتعامل مع المصادر المختلفة أثناء العملية الانتخابية؟ إيه مسؤولياته؟ إيه المحاذير التي لا ينبغي أن يقع فيها؟ أيضا التعامل مع الصورة، التعامل مع الإعلانات اللي هي بتزاحق قنوات. المرشحين، قواعد الدعاية الانتخابية وكيف يلتزم بها. يعني هي جاية في شكل أسئلة وأجوبة. والحقيقة في جزء آخر متعلق بنماذج من تغطية إعلامية مثلا كان فيها انتهاك لبعض المعايير المهنية، طيب عشان يتعرض لهذا النموذج ويشوف. دكتور، ختاما كده من الحاجات اللي العامة ومش بالضرورة يبقى فاهمها، هو الفرق بين الإعلام والإعلان، خاصة في مرحلة انتخابات زي بكرة يعني، والأسبوع اللي فات عمالين بنشوف ناس تقول هنعلق حملاتنا الانتخابية وهنعلق الحاجات الإعلانية بالنون. فعايزين بس نفرق الناس، لان في ناس كمان بتقعد تقول ما الحزب الفلاني اهو، اشمعنى انتم مدينه فرصه اكتر على القنوات؟ لا، هو ده دافع اعلان هنا في الحاله دي يعني. ده شيء مهم جدا. اولا ده واضح شيء مشروع، ان كل طبعا. يعني مرشح او كل تيار سياسي او حزب داخل، طالما ان هو سمح ليه لو ما فيش اي طعن عليه ان هو يعني مشارك فيه او ليه يعني مرشح، فبالتالي هو ليه حق في الدعايه الانتخابيه. والدعايه الانتخابيه من اكثر الصور بتاعتها هو الاعلانات، الاعلان عن زي ما بنشوف كده بيجي اعلانات عن الاحزاب واعلانات عن بعض المرشح من حقه ان هو يعمل اعلان عن نفسه، لكن ده يرتبط بمعايير معينه وبحدود ويعني وبضوابط. اولا لا ينبغي طبعا ان هو زي ما قلتش كده ان احنا نخلط الاعلام بالاعلان، يعني لازم يكون الاعلان ده واضح وصريح لانه مدفوع الثمن بيتكتب عادة، حتى دلوقتي وبيتكتب، المادة حتى لو إعلانية. بالظبط، حتى لو احنا عندنا طبعا ما ينفعش نحط اعلان داخل تقارير اخباريه او اخبار او لا نشرات، في قواعد بتحددها اللجنه العليا للانتخابات ودي قواعد متعارف عليها. كمان في فترات ينبغي ان تتوقف فيها الحملات الاعلانيه بالكامل اللي هي بنقول عليها فتره الصمت، اللي هي قبل الانتخابات بيوم او يومين لابد ان هي تقف هذه الاعلانات. ايضا في بعض الدول مثلا بتحط يعني شروط على ان هي ما تتجاوزش حجم الانفاق الاعلاني واحنا قيمه كمان احنا عندنا معينه. المفروض انها الدعايه الانتخابيه نص مليون، بيتهيألي مش اكتر ده كده. اللي تم رفعها يعني 500,000 جنيه وضعتها اللي يعني اللجنه العليا للانتخابات. الانتخابات. لكن الاهم من ذلك ان احنا بقى مسؤوليتنا كوسائل اعلام ان احنا يعني نشير بالفعل ان دي ماده اعلانيه مدفوعه، يعني اذا كان في الجرايد مثلا بنقول دي مساحه اعلانيه، اذا كان صحيح. في وسائل الاعلام طبعا بنشير ان ده يعني مادة ماده اعلانيه، لان مهم قوي يعني ان انا ما اخلطش طبعا ما بين الحاجات الاعلان وبعضها. بين طب دكتور هويدا مصطفى، استاذ بكليه الاعلام جامعه القاهره، شكرا جزيلا على شكرا وجود لك. حضرتك معانا، وحضرتك كمان مدير برنامج الاعلام والتنميه بالاهرام، نورتينا. واكيد هنبقى محتاجين بقى نقعد مع حضرتك لقاء تاني بعد ما الانتخابات تخلص، ونشوف تقييمك للاداء الاعلامي فيما بالظبط، حدث في انتخابات 2011، ويا رب يبقى تقييم ايجابي يعني. ان نتمنى شاء الله ان شاء الله بنتمنى ونتم تمر الانتخابات في يا رب. ظروف افضل يعني. بالمناسبه دي قبل ما انسى، بس الانتخابات على يومين، بكره وبعده، ارجوكم يا ريت ما نبقاش فيها مصريين قوي في الحته دي، يا ريت كلنا ما نبقاش ناصحين وفتكين ونقول هنروح اليوم التاني علشان الاولاني هيبقى زحمه، يا ريت نروح اليوم الاولاني، لو ما عرفناش نبقى نروح اليوم التاني، لانه لو كلنا قلنا نروح التلات عشان افضى، يبقى ما حدش فينا برضه هنقف كلنا زحمه وما حدش فينا يلحق ينتخب، فيا ريت كلنا نروح بكره اكن يوم واحد، اللي ما يلحقش يقدر يروح يوم التلات. لسه مكملين، نهاركم سعيد، نهارك سعيد، بعد الفاصل.